اهلا بحضراتكم. اليومين دول الجو حر جدا، في ارتفاع كبير في درجات الحراره ممكن تكون مأثره بشكل او باخر على صحه الاطفال، وبسبب لهم برضو ارتفاع في درجات الحراره ممكن كمان ينتج عنها عدوى فيروسيه مرتبطه بالجهاز التنفسي زي مثلا البرد او الانفلونزا الموسميه. برغم ان احنا في الصيف بنبقى متخيلين ان ده الفرصه للامهات والابهات يريحوا من ادوار البرد اللي بتيجي لاولادهم. صحيح، لكن برد الصيف بيجي صعب قوي، ما اعرفش ليه بيقولوا دايما برد الصيف ده برد متعب جدا. ممكن يكون بقى نتيجه ان الناس بيقعدوا في التكييف ويطلعوا بره درجه الحراره ويرجعوا يدخلوا ثاني في التكييف، فبنتبستر كده من الدخول في التكييف والخروج بره في الشمس. لا، خلينا نعرف طريقه وقايه الاطفال من عدوى الاصابه بالفيروسات التنفسيه فصل الصيف من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير وعلى كل المشاهدين يا فندم. يا اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضراتكم. برد الصيف متعب قوي. المثل بيقول برد الصيف احد من السيف. طبعا احنا في الصيف في اختلاف في درجات حراره الجو، اليومين دول الحر شديد قوي في الشارع، الدنيا حر، شمس عاليه، في رطوبه، بخش بعد كده البيت بروده، في تكييفات شغاله او مراوح مع جو جاف. هذا الاختلاف في درجات الحراره ما بين سخن وساقع بيقلل مناعه الاطفال ويخليهم اكثر عرضه لادوار البرد. ادوار البرد اكتر في الشتاء، لكن بتيجي في الصيف. في الصيف بتكون اشد لسبب واحد، درجه الحراره العاليه والرطوبة العالية اللي في الجو بتدي إحساس أكتر بالوهن والإرهاق وتسارع النفس مع الأطفال. مهم جدا أن كل واحد ياخد باله من الحاجات البسيطة دي. طب ليه أكتر في الصيف؟ زي ما حضرتك قلت، التكييفات. التكييفات دي لازم، مهم قوي أن درجة حرارة التكييف ما تقلش عن 25 درجة. لازم التكييف تكون المروحة بتاعته شغالة، بيتوزع الهواء في جميع الأجزاء. ما يجيش طفل من تمرين مثلا أو جاي من الشارع جسمه عرقان جدا ومرة واحدة الأم تقول لك ألع يا دكتور وقعد قدام التكييف، أو ألع في المروحة. المروحة مهمة قوي، لازم أنها تكون بتلف، أو مروحة السقف، وتكون هادية، ونكون بتغير الهواء. مهم جدا عشان الأطفال ما يتعرضوش لتيارات الهواء اللي ممكن تقلل مناعتهم فجأة ويكونوا أكثر عرضة للفيروسات بتاعة الأنفلونزا. يعني لما ندخل البيت وإحنا جايين من الحر نستنى شوية ما نشغلش المروحة أو ما نشغلش التكييف، تمام، ونتنشف، ولو في عرق نتنشف، ولو الهدوم بتاعتنا مبلولة نتغير. مهم جدا 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 في الأطفال فروق درجات الحرارة. مش مهم إن أنا أقعد تكييف، التكييف شيء جميل، المروحة شيء جميل. الفكرة إن أنا ما أتعرضش لبرودة وبعدين سخونة، من سخونة لبرودة، أكون عرقان وأقلع هدومي مرة واحدة. الحاجات البسيطة دي مهمة جدا عشان تقينا من أدوار البرد في الصيف. برد الصيف بيبقى دمه تقيل بقى كمان يا دكتور، في انه مش بيجي دايما بعطس او بكحه، بيجي باحتقان في الزور، بيجي بحاجات في الرئه، الولاد تبقى صدرها فيه بلغم، مستغربين جدا ازاي ده يحصل في الصيف. ادوار يعني البرد نبتديها من فوق واحنا نازلين. ده حضرتك قلتي الحل، التهابات الحل. الحل هو بوابه الجسم، هو المسؤول عن الدفاع عن الجسم. الحل واللوستين موجودين، دول اللي بيدافعوا عننا. الدور البرد بيظهر ازاي في الاطفال؟ احتقان في العين، شويه سيلان في الانف، احتقان في الحلق زي ما حضرتك قلتي، واريافه. لو المناخير في سيلان في الانف ممكن المناخير تتسد، تسمع في الودان، تعمل التهاب في الاذن الوسطى، ودي حاجه كومن قوي في الاطفال اقل من سن 7 سنين. بيبقى التهاب وبيبقى مزعج جدا، بيعمل الام حاده. الطفل الرضيع ما يعرفش يرضع، ما يعرفش ينام لو هو اكبر شويه. بعد كده ممكن ينزل على الجهاز التنفسي السفلي، يعمل اللي هو بقى الكحه والنزلات الشعبيه. طيب لو بنتكلم عن حديث الولاده في الصيف، مهم قوي الامهات اللي بيسمعونا، الاطفال اقل من 6 شهور اي نزله برد لازم يلجأوا فورا للطبيب. الاطفال اقل من 6 شهور الرضع دول بيكونوا اكثر عرضه لمضاعفات نزلات البرد صيف او شتاء. فانا افضل ان الطفل اقل من 6 شهور مجرد ان يحصل له شويه برد او سيلان او ارتفاع بسيط في درجه الحراره نلجا للطبيب. الطفل الكبير شويه بعد 6 شهور لا، ممكن نتابعه خلال اول 48 ساعه لو مجرد شويه عطس خفيف، شويه سيلان في الانف خفيف مع ارتفاع بسيط لدرجات الحراره بيستجيب لخوافض الحراره، مفيش قلق ان احنا نستمر. لكن لو ظهرت اي مضاعفات يفضل ان احنا نلجا للطبيب. دكتور، بالذات الامهات الجداد اللي لسه مخلفين بيبقوا حيرانين ما بين كلام اللي بيقروه وما بين الكلام اللي بيسمعوه من امهاتهم وحماتهم.
يعني يقول لك الجو دلوقتي احنا مشغلين مروحه او مشغلين تكييف، فالطفل بقى يبقى لابس طبقتين وسلبات بكم وسلبات مقفوله، والطفل يبقى بينصهر وشايفين ومحمر من كتر الحراره، يقول لك لا برده ما نضمنش عشان ما يجيلوش برد. كلام حضرتك، احساس الطفل بالدرجه الحراره بيبقى عامل ازاي؟ مش زينا برده. حضرتك سليم جدا. الطفل ليس له خصوصيه في اللبس، له خصوصيه في التعامل. يعني يلبس، دايما اقول للام لبسيه زيه زيك، ملوش خصوصيه. ويفضل ان احنا في فصل الصيف نلبس ملابس قطنيه ويكون لونها فاتح، ويكون لبسه زي باقي افراد الاسره، لكن له خصوصيه في التعامل. يعني ايه؟ الطفل بيتكون، بيبتدي يكون جهازه المناعي. اهم حاجه بتساعد على تكوين الجهاز المناعي، واحد الرضاعه الطبيعيه، اتنين التطعيمات اللي احنا بنديها الاجباريه للاطفال. يعني ايه خصوصيه في التعامل مش في اللبس؟ ان الطفل ما يبقاش في اماكن مزدحمه، ما نبص للاطفال، ما نقعدش الاطفال وسط اطفال. جايز طفل مش باين عليه اعراض لكن حامل بيبوس الرضيع ينقل له العدوى، فدي حاجه مهمه جدا. ما فيش خصوصيه في لبس الاطفال، يلبس زيه زيك، اللبس المناسب لجو السنه. يعني احنا دلوقتي في فصل الصيف، تبقى ملابس خفيفه وملابس قطنيه عشان تمتص العرق بتاع الطفل. ومهم جدا لكل ام تسمعنا، الرضاعه الطبيعيه هي الغذاء الحصري للطفل اول 6 شهور. والدوش يوميا؟ الدوش يوميا مفيش اي مانع، بس انا لما اعمل دوش ان كان رضيع صغير يبقى يفضل ان يكون في اوضه النوم بتاعته، لو كان طفل كبير نعمل الدوش ده مفيد جدا، الاستحمام ده مفيد جدا، بس ما طلعش من هواء سخن، من سخن لساعة. اختلاف درجات الحراره بيضعف جهاز المناعي، بيخليني اكثر عرضه لتقبل الميكروبات والفيروسات. طيب بالنسبه للاغذيه، يعني هل في اغذيه معينه مثلا، مش هنقول تقي الاطفال من نزلات البرد، لان هي لو عملنا كده تكييف في درجه حراره اكيد هيجي لهم نزله برد، لكن تخفف الاعراض شويه. من اهم الحاجات اللي بتقوي مناعه الاطفال، لو تحب ناخدهم كده كلهم، مهم جدا ان احنا نعرفهم، هم 5. واحد بيئه صحيه، يعني بيت بيخدش شمس وبيخدش هواء، وبيت ما فيهوش تدخين، ما فيهوش تراب، ما فيهوش ذباب، لان الذباب ده ناقل للعدوى في فصل الصيف. طبعا. 2 التغذيه الصحيه زي ما حضرتك بتقول، الهرم الغذائي للطفل مهم جدا، بيتكون من 40% نشويات اللي هو العيش اللي هو البيتزا كده، 35% معادن، واللي هي جايه معادن وفيتامينات جايه منين؟ من الخضار والفاكهه. مهم جدا الاطفال نعلمهم الخضار والفاكهه، اكل الخضار واكل الفاكهه. بعد كده 20% بروتينات اللي هي اللحوم، اللبن، البيض، الدجاج، السمك، جبنة القريش، البقوليات، دهون. دي بتقوي جهاز المناعة. نمرة 3 ممارسة الرياضة للأطفال. الأطفال الكبار لازم يمارسوا الرياضة على الأقل ساعة يوميا. ليه ممارسة الرياضة؟ الحركة والرياضة بتجري الدم، بتجري الخلايا المناعية في جميع أجزاء الجسم. لازم رياضة، ما هم بيلعبوا يعني، يلعبوا يعني رياضة، الجري والتنطيط، رياضة منتظمة في نادي أو في فريق، أو رياضة داخل البيت. طبعا دايما أقول للأم ابتدي بالرياضة اللي في البيت لأنها الأقرب والأسهل. بعد كده النوم، النوم في الأطفال ده مهم جدا لأنه بيرفع المناعة، بس النوم ده له شروط، لازم يكون نوم صحي. يعني إيه نوم صحي؟ إن أنا أنام بالليل مش أنام بالنهار. الأطفال تيجي تقول لك يا دكتور طول اليوم نايم ويجي يسهر بالليل، ده خطأ جدا. ليه؟ النوم بالليل بيخلي الهرمون بتاع الميلاتونين يطلع اللي هو بيساعد على النوم. الميلاتونين بيخلي الأطفال تخش في حاجة اسمها النوم العميق. النوم العميق ده بيساعد على إفراز هرمون النمو للأطفال ويجدد الخلايا المناعية أثناء النوم. النوم لازم يكون على الأقل 8 ساعات، حوالي 8 ساعات، ويفضل أن يكون نوم بدري. في الأطفال الكبار ممكن يناموا لغاية الساعة 11 بالليل، بس مش بعد كده. بعد كده التطعيمات، في تطعيمات اجباريه بنديها للرضع والاطفال الصغيرين، وفي بعد كده تطعيمات الدوريه اللي بياخدوها في المدارس. مهم قوي الامهات يلتزموا جدا بالتطعيم، تطعيم اولادهم. الاطفال الكبار بنكتب نوته بالتطعيمات اللي بياخدوها في المدارس عشان لما يجي بعد كده تطعيم نبقى عارفين اخد ايه وما اخدش ايه. مهم جدا. بعد كده حضرتك قلتي الامهات وراي الامهات، انا بقول ما تسالش مجرب، لا اسأل الطبيب واسأل الطبيب المختص. مهم جدا تسمع من الطبيب التوصية الطبية السليمة الصحيحة. طيب هنسأل الطبيب دلوقتي على التوصية الصحيحة، واحنا في الصيف والجو حر والولاد بيبقى عندهم أوقات تمارين، ما بين تمرين بقى سباحة، نازلين في الشارع في مشاوير، سافروا في مصيف فموجودين على الشاطئ، ما بيردوش أبدا أبدا، يستنوا موضوع ننزل المية بعد العصر والكلام ده، بينزلوا اول ما بيفتحوا عينهم بينزلوا الميه على طول.
نتعامل ازاي بقى مع التعامل مع الشمس؟ مهم قوي ان احنا نعرف ان اليومين دول الجو حر جدا، درجه حراره الشمس عاليه جدا، فالاطفال الاطفال والكبار، بالذات الاطفال اقل من 4 سنين والكبار اللي اكتر من 65 سنه هم اكثر ناس عرضه لضربات الشمس، بنسميها الصن ستروك، صدمه. ضربات الشمس دي بتحصل ايه؟ المخ في ترموستات زي اللي موجود في العربيه بيقرا الحراره ويبتدي يظبط حراره الجسم، وبيظبطها ازاي؟ في البرد تلاقينا بنرتعش نتيجة حركة العضلات بتخلينا نرتعش، في الشمس الجسم بيعمل ايه؟ اول ما يتقبل الحرارة الترموستات يشتغل، ابتدي يحصل لي عرق، يحصل تعرق. لو حصل اي خلل في هذه المنظومة بتاعة ترموستات الحرارة اللي موجود في المخ بيحصل احتباس حراري يؤدي الى ضربة الشمس. دي حاجة خطيرة جدا، بتظهر على هيئة ايه؟ اول حاجة اول ما اتعرض للشمس ويبتدي جسمي يسخن احمر، الجسم يحمر. نمرة 2 حرارة الجسم ترتفع. 3 الشعور بالإرهاق والوهن. 5 ان انا مفيش تعرق، الجسم جاف. 6 في ميل للقيء. 7 تسارع في ضربات القلب ويحصل تسارع في النفس، وممكن تصل الى الاغماء او الاستروك، فقدان الوعي. فده مهم جدا. طب نعمل ايه؟ طبعا اولادنا زي ما حضرتك بتقولي على البحر، اولادنا بيلعبوا تمارين في النوادي، نقول لهم مهم قوي ان احنا نلبس كاب يحمينا من الشمس. او نازلين الامهات والابهات موظفين، ففي مواعيد للرجوع من الشغل بتكون في الظهر، والاطفال بتكون في الحضانه او في كامب او ايا كان، جايبينهم الحضانه وسايبين في العربيه فتره طويله والعربيه مقفوله، العربيه تبقى سخنه. كتير قوي اطفال بيجي لهم صدمه من الشمس، الاحتباس الحراري ده نتيجه ان هم قاعدين في العربيه مده طويله. الاطفال لازم يلبسوا كاب، زي ما قلنا لازم يلبسوا ملابس قطنيه عشان مش بيحرر الكاب ده يا دكتور؟ عشان يحمينا من الشمس، عشان ما تبقاش الشمس مباشره. نبله؟ مفيش مانع، مفيش مانع ابدا مع الحراره العاليه دي. وطبعا مفيد جدا ان احنا نستعمل في الاطفال بالذات على الشواطئ وكده الصن سكرين، اللي هو الصن بلوك، الحمايه من الشمس. بس مهم قوي في الصن بلوك في الاطفال نعرف حاجتين، يكون مكتوب عليه يو في اي ويو في بي اللي هو واسع المجال، ونمرة 2 يكون عليه 50+ 50+ اللي هو الحماية، معامل مقاومة الشمس. المهم قوي في أنواع منه كتير، في سبراي، في جل، في كريمات، في مراهم. يفضل قوي الليسيون في الأطفال لأنه بياخد مساحة أكبر وفرد، وبنستعمله كل ساعتين يتجدد في المناطق اللي فيها الشمس الجامد. عظيم. طيب مش هنقول إن الطفل دلوقتي عنده برد في الطبيعي بتاعه، يعني دايما الأمهات وهما بيتواصلوا مع بعض بيقولوا الفيتامينات ده دكتور مش عارف رحت فين، ومش الامهات بس، يعني في بعض الامهات برضو بيروحوا لدكاتره، فالدكاتره بيكتبوا الكلام ده، الفيتامينات، المكملات الغذائيه، وناس تبعت تجيبه من بره، وناس تدور على مستورد، وناس تلف في الصيدليات عشان يجيبوا المكملات الغذائيه. هل هي ضروريه فعلا للطفل؟ هل هي مفيده للطفل، ولا ممكن نعوضها بما ان الطفل لسه بينمو في بدايه مراحله مثلا بالاغذيه؟ اول سطر في علم الدواء، الدواء ماده قد تكون لها أضرار خطيرة، لازم الدواء ده يتاخد بحساب جديد حتى لو كان فيتامين. هل الطفل محتاج فيتامين؟ لا، الطفل محتاج فيتامين د، الرضيع محتاج فيتامين د، لأن فيتامين د قليل قوي في لبن الأم، فلازم ندي للأطفال فيتامين د، مهم جدا ويكون متاخد بجرعة صح. الأوميجا 3 مفيدة برضو للأطفال، لكن الفيتامينات بطريقة عشوائية أو بطريقة تقليدية منتشر قوي بين الأمهات، الفيتامينات خطورة. اللي على شكل جامي بيرز كده او على شكل جيلي عند الاطفال، ده بناء على تحليل ولاقي الطفل عنده انيميا فياخد الفلان، عنده نقص في الفيتامين الفلاني. يعني مثلا هديكي مثلا، كتير قوي امهات احنا دكاتره الاطفال يقول لك اديله كالسيوم عشان التسنين. الكالسيوم ده في منتهى الخطوره لو اديناه بطريقه عشوائيه قد يسبب مشاكل في الكلى، حصوات في الكلى. فده لازم يكون طفل عنده نقص في الكالسيوم اديله كالسيوم، نقص في الحديد اديله حديد على حسب احتياجه يعني. بالظبط كده. لكن بهذه الطريقه العشوائيه لا. الحاجه الوحيده اللي بنديها بطريقه روتينيه، بندي للاطفال الرضع فيتامين د عشان قليل في لبن الام، وفيتامين د ده بيلعب دور مهم جدا في نمو الطفل طب. وتقويه مناعته. اكيد. طب يا دكتور، يعني نقدر نقول ان احنا هنحافظ على مناعه ولادنا في الصيف ما جبناش سيره الميه، المفروض ما جبناش سيره الميه،
الاطفال المفروض تشرب ميه قد ايه في اليوم؟ ده مع ضربات الشمس اول علاج كمادات الميه وشرب الميه. شرب الميه مفيد جدا جدا للاطفال، بالذات الاطفال الصغيرين، لان نمو الكلى ما بيكونش اكتمل. فمهم جدا ان احنا عينينا دايما على الاطفال بالذات الصغيرين ان هم بيشربوا ميه كتير. شرب الميه مش اقل من 2 ل 3 لتر ميه في اليوم. طب ممكن اقطعك كأم بقى يا دكتور، في الامهات الصغيرين اللي لسه بينظفوا اولادهم من الحفاض بيبقوا حيرانين يشربوا الولاد ميه علشان الجو حر ولا ما يشربوهمش ميه عشان يساعدهم في يعني تنظيف الاولاد من الحفاض. الطفل اول 3 شهور الرضيع مش محتاج يشرب ميه، لانه بياخد الميه عن طريق لبن الام او عن طريق اللبن الصناعي. 87% من لبن الام عباره عن ميه. الطفل الكبير لا، لازم يشرب ميه وبطريقه منتظمه، والميه دي مهمه جدا لانها بتبرد الجسم وبتساعد على يعني على ان دايما الطفل يكون في حاله كويسه. الميه دي مهمه للغايه للاطفال بالذات فصل الصيف. عظيم. طيب بالنسبه بقى لحالات الجدري المائي عند الاطفال، واكيد بيجي لحضرتك، يعني ازاي الامهات تتعامل معاه؟ الجدري المائي الحقيقه كان منتشر الفتره دي ولا زال برضه بنشوف حالات. هو بيجي على هيئه دور برد اول 3 4 ايام، على اليوم الرابع بتبتدي تظهر بصرات. الجدري المائي المميز جدا فيه البصرات بتاعته. البصرات دي على اليوم الرابع بتكون شويه احمرار وارتفاع بسيط على الجلد. على اليوم السابع هذه البصرات بتبتدي تعمل حويصله ويبقى جواها سائل شفاف. على اليوم من السابع ل 14 بتبقى فيها السائل الشفاف، بعد كده بتبتدي تنشف وبعد كده تبتدي تقشر. الجدري المائي معدي من اسبوع لثلاث اسابيع. معدي ازاي؟ هي عدوى تنفسيه بتتنقل عن طريق الرذاذ، عن طريق ملامسه اسطح ملوثه، او ان انا احتك بالكشور بتاعه بصرات الجدري المائي. الجدري المائي مرض بسيط جدا، وهو من اكثر الامراض المعديه وسط الاطفال. نادرا انك تلاقي طفل ما عندوش جدري مائي. له تطعيم متوفر في الهيئه العامه للمصل واللقاح، بناخده عند عمر سنه وبناخد جرعه تنشيطيه ممكن مره. قلت ان هو ما بيبانش غير بعد ايام، فخلاص بيبقى هو اوريدي الطفل. علشان كده قلنا ايه؟ وبيلعب مع قلنا كده نبعد عن المخلطه في الاطفال. يعني انا مش لازم ابوس الطفل، مش لازم احط الطفل وسط الاطفال، لان ممكن طفل مش باين عليه العرض لكن حامل للميكروب وهيظهر عليه. عشان كده جدري المائي من اكثر الامراض انتشارا بين الاطفال واكثر الامراض المعديه، لان ما بتكون حامل للميكروب، بتروح المدرسه او بتنزل النادي اليومين دول او في التجمعات، تعطس تبتدي تنقل عدوى، بعد 3 4 ايام تبتدي تظهر عليك البصرات ويبتدي يتحدد. الجدري المائي لو خدنا مثلث في جلد الطفل بنلاقي فيه البصره الحمراء وفيه الحويصله وفيه اللي متقشره، لكن هو في النهايه مرض بسيط وعلاجه بسيط جدا. الراحه في البيت، السوائل زي ما حضرتك قلتي، وغسول الكلامينه فقط لا غير، وبس هو اهم حاجه الوقايه. وطبعا الطفل بنعزله عشان ما يعديش باقي الاسره او اصحابه. ان شاء الله دكتور، ان شاء الله يكون صيف ظريف خفيف ودرجه الحراره تبقى اهدى والطف بكتير، وادوار البرد كمان تكون اقل بكتير. كل الشكر لحضرتك الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الاطفال وحديثي الولاده، نورتنا. شكرا جزيلا. اهلا بيكي وبكل المشاهدين. شكرا جزيلا يا فندم.